أقامت وزارة الصناعة العراقية اليوم المعرض الأول تحت عنوان صنع في العراق، والذي جمع 50 مؤسسة حكومية وأهلية عرضت فيها هذه المؤسسات ما تنتجه من سلع للتعريف بها. عدم حماية للمنتج الوطني في العراق وعدم التزام وزارات ودوائر الدولة الأخرى بتأمين احتياجاتها من الشركات الصناعية وخاصة الشركات الصناعة والمعادن، احنا عندنا طاقات وامكانيات وخطوط انتاجيه عديده متعدده بامكاننا ان ننهض بواقع الصناعه في حال توفر هذا الدعم. اجهزه كهربائيه واخرى تخصصيه وصناعات مختلفه حتى في مجال الادويه، كلها تمتاز بجوده جيده لكنها تفتقر الى الحمايه بسبب غياب قانون حمايه المنتج المحلي، بالاضافه الى عده قوانين اخرى تحدث عنها وزير الصناعة. للأسف على مر 10 سنوات أو 8 سنوات ماضية من مرحلة التأهيل والمناقشة لهذا القانون ولحد هذا اليوم لم تفعل هذه القوانين. منذ أكثر من 6 أشهر طالبنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتفعيل هذه القوانين. وفيما يخص نينوى التي خرجت منكوبة من الحرب، فقد كانت غائبة نوعا ما في حضورها في هذا المعرض، وذلك لأنها خسرت 70% من المناطق الصناعية بالإضافة إلى المعامل المهمة. محافظة نينوى هي من المحافظات الاقتصادية الصناعية، وهي ثاني أكبر محافظة في العراق، تعرضت هذه إلى دمار كبير يصل إلى 70-80% في قسم من المناطق الصناعية وإلى 30-40% في قسم آخر من المناطق الصناعية. ويضاف إلى جملة هذه الأمور غياب التعريف بالمنتج العراقي وضعف التسويق أيضا، وهذا ما دفع وزارة الصناعة إلى إقامة هذا المعرض. هنالك ما يصنع في العراق لكن لا يوجد قوانين قد طبقت بصورة فعلية لحماية هذا المنتج. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.